شكرا يوسف، مبروك للمنتخب الوطني المغربي المشاركه في النسخه القادمه. اول حاجه كنبغي نشكر فيليغاس على الايفينمون اللي كيموتيفي كاع لي جيمر في المغرب. المجال الترفيهي عنده واحد الاهميه خاصه، ولا بد ان الوزاره تولي كتخمم بحال الشباب ديال اليوم. لهذا كان هناك اتفاقيه مع لا فيديراسيون باش نمكنوا مجموعه ديال الشباب بهذه الالعاب، باش كاع الشباب المغربي يقدر تكون عنده الفرصه باش يلعب هذه اللعبه. ولكن اللي اهم بالنسبه ليا وبالنسبه للوزاره اعتقد وبالنسبه للحكومه هو المجال الاقتصادي والاجتماعي، كيفاش ممكن نخلقوا فرص شغل جديده اترافير هاد 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 لي جو فيديو، وكيفاش غيداروا بالتكوينات اللي غيداروا في الكودينغ باش ممكن غدا السوق الدولي يتم بالمملكه المغربيه ان ممكن نخلقوا العاب اترافير هاد التكوينات اللي غنعطيو في المغرب. حاليا نحن في تواصل مع لو سي بي لانهم عندهم واحد التجربه في هذا المجال ديال الكودينغ مع مدرسه 1337. بغينا نمكنوا مجموعه ديال الشباب من هذه التكوينات اللي دارتها لو سي بي في المدارس ديالها. في نفس الوقت نحن نناقش مع مجموعه ديال الشركات اللي كتخلق هاد لي جو فيديو باش يديروا معنا بارتناريا باش غدا يجيو يستثمروا في المغرب، وغيكون هناك استثمار كذلك من طرف الحكومه في هاد المجالات. وثالثا بالطبع غيدار كذلك استثمارات في مدارس ديال لي بوزار الفنون الجميله، لان كتعرف بان في هاد لي بوزار ولا واحد التكوين مرتبط بهذا المجال ديال لي ديسان انيمي وهذا الانيمي فيديو. التورنوا ديال الايكورا اللي هو التورنوا ناسيونال اللي غيقدر يبين لنا على شكون احسن لاعب في المغرب ديال فيفا. هاد التورنوا اللي خصكم تعرفوا عليه هو ان حنا في لافاز ديال لافاز فينال اللي فيها لو توب 16. ابار لو توب 16 فراه كانوا 8 ديال لي كاليفيكاسيون، 8 ديال لي كاليفيكاسيون كان فيهم 128 لاعب في كل كاليفيكاسيون، اي كل كاليفيكاسيون شهدات جوج ديال الناس اللي تاهلوا لهاد التوب 16. كاين تطور كبير في الجيمنج اللي خصنا نعرفوا على الجيمنج، سي اون اندستري اللي فيها واحد ليكو سيستيم كبير وكتقيس كاع لي زاسبيك سوسوا لاسبي ايكونوميك لاسبي ماركت بزاف ديال الحوايج. اي دوكو فالمغرب هو ما معروفش بزاف من ناحيه سوسيتال على الجيمنج، مي سكيفو سافوار سكو عندنا بزاف ديال لي كوميونيتي اللي فيهم دي جوور توب بلاير. يعني فاش كندوي على التوب بلاير كندوي بلوس على الاي سبورت. دونك الاي سبورت عندنا في المغرب بزاف ديال لي جوور اللي فريمون عندهم نيفو طالع بزاف ديال لي ديسيبلين، وهادشي كنشاهدوه اليوم في فيفا. اي دونك التطور هذا الايجابي اللي الحمد لله بفضل التدخل لا كرياسيون ديال لا فيديراسيون اللي كتحط بزاف ديال لي مويان باش فريمون تحط اللعابه في احسن لي كونديسيون وتحطهم بطبيعه الحال في واحد لي كومبيتيسيون اللي غايبينوا على النيفو ديالهم باش يكونوا يحاولوا يدوزوا ستاتيو ديال جوور بروفيسيونيل اللي خصك تجري فيه ستريس، تجري فيه المونتال ديالك، تجري فيه بزاف ديال لي زاسبي. الجامعه تاسست في دجنبر 2020 وخدينا واحد الوقت ديال 6 شهور باش يلا نوجدوا اداريين هذه الجامعه والمسائل القانونيه، وخدمنا مع الوزاره ديالنا الوزاره التربيه والوزاره ديال الرياضه. وهنا تنشكر السي بن موسى اللي كان تعاوننا مزيان باش نحققوا داكشي اللي حققنا. وبدينا اولا بليكيبمون ديال لي سونتر دو جينيس، 28 سونتر دو جينيس بلي ديرنيز ايكيبمون لي زورديناتور ولا لي بلاي ستيشن ولا المقاعد ولا لي كاسك. وهادو كانوا في 28 مدينه تقريبا من وجده حتى للداخله حتى للعيون. وهنا تنحل واحد تنبغي نشكر حتى السي الوزير ديال الثقافه وديال الشباب اللي السي بن سعيد اللي يمكن لينا حتى هو ندخلوا لهاد ديور الشباب. صراحة أنا فرحان بزاف بهذا الفوز، والحمد لله قدرت نبيرفورمي في 3 تورنوا اون 10 جور، قدرت نربحهم كاملين. دونك فريمون تراي هارديت وترينيت على هذا التورنوا، كان النيفو طالع بزاف، مي الحمد لله جي بي بيرفورمي وغاني هذا التورنوا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.